كنظن هما اللي تنفسهم المرة الجاية بموطا حنا اشنو كنعرفوا على الكريساج او الشفره؟ من ديما كنقولوا عندك دوز من ديك البلاصه راه فيها الشفره، دوز من هنا للدريب راه فيه الامان، يعني الكريساج عنده علاقه بالبلاصه ولا المدينه اللي انت فيها. حنا دابا في مدينه مكناس، فيها الامان ولا فيها الشفره؟ اشنو غنعرفوا بالتجربه ديال اليوم؟ غنكون في الطوموبيل ومخرج يدي وشاد التليفون وكندور في مختلف البلايص ديال مكناس ونشوفوا واش كاين اللي زعم ياخذ ليا التليفون. اوكي دونك وصلنا لواحد البلاصه اللي معروفه في مكناس، ساري الصواني هما اللي يعرفوه. ندير التليفون مزيان تبان هاد الوجهية هادا، منعرفوش كيبان ليكم ولا لا، مي بزاف الناس راه جالسين هنايا دونك إلا شافني شي واحد راه غادي يقدر يتبعني. قبل ما ندوز على المشاهد ردة الفعل ديال الناس ونشوفوا واش غيديو التليفون اللي أصلا ماشي بصح غير فيك فون، خليكم مع سبونسور ديال الفيديو وان اكسبيرت اللي من بعد ما كتسجل فيه بهاد الطريقة وبهاد الكود برومو كتزيد لك 1300 درهم في الكونت ديالك، ولكن بعد اول ديبوزيت كيبدا من 1 دولار. لليان كاملين غتلقاوهم في اول كومونتير. خليكم مع الكونسيبت الجديد ديالنا وكيف ديما غتدوي. ابا هاد الموتور دايز الله يديه، راه ساهل يديه الا بغيت. نعاود نرجع نفس الطريقة اللي تسمنا، على الله شي واحد يكون بدل رايه ويكون زعما يقول المرة الثانية ما نزقلوش. داك هو اللي بغيتو، هذاك راه ما كنقلب انا. نمشي شوية. شغل تكون هاد البلاصة ديال عامرة. قربت نكمل هاد الشارع ديال صهيل الصواني، تا واحد ما زعما يجي. سقطت مزال ودابا شغل زعما. واحد من الموتور تابعني. شوية وأنا كنشوف في الريترو، بان ليا موتور جاي، واش غيدي ولا لا؟ غلوفو. نا صافي ساينا الباص ديال الصهيل الصواني، نتحرك كلشي بلاصة خرجت من عامرة بزاف. الله وعسى ندبروا هذوك الناس اللي بغاو يجقروا هاد التليفون يديهم من يدي. حيت موقع والو قررت نمشي في بلاصه عامره اكثر وفكرت في السوق. دابا كنهضر معكم في وسط السويقه كتسمعوا بطاطا 60 ولا لعبه 60 ياك. مخرج دابا التليفون، انتم عارفين تيكونوا الشفاره بزاف في السوق، كنشوف هاد السوق هذا واش فيه ميدان واش فيه شي شفار خارج دابا واحد الميتر. بعد شويه هكا اللي بان ليا في هاد السوق هو كل واحد ديها في القفاد اللي هاز معاه، ولكن بقيت كندور على الله يبان شي حرامي التليفونات، وتا الناس اللي كيشوفوا فيا كتجيهم غير الضحكه بحال هاد البنات مثلا. متقولش ليا هاد البنات تاهما فيهم الشفره. ها مشيت لواحد السويقه واحده اخرى سيدي بوزكري. عباد الله واش الشفره فينكم؟ واش شفروني؟ بدلنا القنص حيت بان ليا ما كاين والو ومشينا لواحد الجزريده واقيلا غنلقاو فيها صحاب داوتنا. كما كتشوفوا هاد الجوج ما فاهمينش وكيشوفوا في التليفون وكيتناغزوا، انا براسي كنشوفهم ما فاهمهمش. ومخرج يدي كنحاول نغريهم بالتليفون وبقينا هكاك حتى مشاو وحتى انا مشيت بحالي. ولكن خوت الدري ديال القبيله مجرين كنظن هما اللي تنفسهم. هاد المره جاي بموطا كنت ايه وقال شنو وقع دابا؟ عارف ما فهمت والو، عاودوا شوفوا اللقطه. شنو وقع دابا؟ اللي بان ليا في هاد الجوج ما كيعرفوش يشفروا ولا جداد في الدومين. بديت كنشوف فيهم علقوا هرب مشى موراها. فكرت نمشي لبلاصه اخرى لا في راي مكناس. غنبقى ندوز وحده بلا ما نشوف واش غادي هز التليفون ولا لا. دابا هذا اللي حدايا يقدر يهزو يهرب ولكن ديما مفهمتش. كل اخويا بغيت نسول شي واحد انا تيبيع راديات فرات ولا شي حاجه. زوج درب مليح زوج. زوج راديات فرات هادي. صوت على المدير. المدير صافي تهبط من هنا. درب الاول لا الثاني دور مع علم. صافي شويه فكرت نطيحو قدامهم كاع ونشوف رد الفعل ديالهم. شكرا اخويا.
لحظتك تحيات. اش ما ديتيش التليفون ده؟ اخويا ما يمكنليش ندي شي حاجه ماشي ديالي. ها؟ يمكنليش ندي شي حاجه ماشي ديالي. فاتي يا صاحبي راه طاح لي زعما عرف ما عندي كي ندير تبعك دابا راه انت على رجليك وانا بالطوموبيل. تحياتي. حتى هنا غتكون التجربة ديالنا سالات، ولكن في نظركم الناس دمكناس اشنو الرأي ديالهم على الشفرة ولا الكريساج في هاد المدينة؟ سولناهم وكانت هادي هي الإجابة ديالهم. الشفرة والكريساج في مكناس بالنسبة لك؟ نجيغا في مكناس فيه الأمان، ولكن شي بلايص فيهم الشفرة، ولكن الحمد لله ما عمرني وصلت لتماك باش نتشفر ولا شي حاجة، ولكن إلا مشيتي تماك نجيغا يحضي راسك. المرة أنا جيت لهاد مكناس هادي تيبان لي القضية عادية فيها ناس محترمين، ما موجود لا كريساج لا والو في هاد مكناس. أنا ما عمري ديك كريساج الحمد لله يا ربي. انت خاص من انا ميلونجي الجزائريان ماروكان. فايت لا جامي ما عمرك ما تكريس؟ ما عمري ما تكريس. في المدينه ولا في مدينه اخرى؟ لا هنايا يعني نحكي على هنا، انا عايش هنا. لا الحمد لله ما عمرني تشفرش، ملك الدروبه ما كنمشيش تماك باش نتشفر. الحمد لله ما عمرني تشفرش في مكناس، ولكن فيها الامان اكثريه. لا ما عمرني تكريس انا، والحمد لله تنطلب الله ما تكريساش. شحال انت هنا؟ دابا انا 3 سنين دابا وانا هنا في مكناس. دونك انت ماشي من ها؟ لا لا من مراكش انا. مراكش؟ اه من واحد ديال مراكش. ومراكش فيها كريس؟ اه بعض المرات صافي ماشي بزاف حتى هي. ولا تنديروا فيها شي تجربه حتى هي. نرجعوا للسؤال الاول ديالنا، مدينه مكناس فيها الامان ولا لا؟ واش تقدر تمشي ويديك خارجه من الطوموبيل عادي؟ اللي نقدر نقول 8 على 10، مي اون جينيرال تقدر تمشي بوسطه وعادي جدا ومخرج يديك واحد شويه، المهم ورد البال وما تمشيش لشي بلايص اللي تقدر تكريسها فيهم. المهم الا عندك راي اخر على مدينه مكناس اكتبوا لي في الكومنتير. كانت هذه التجربه ديالنا في مدينه مكناس، الفيديو الجاي غادي نتلاقاو في مدينه فاس، واش فيها تاهي الامان ولا لا؟ الفيديو الجاي غيبين لكم هادشي. سبسكرايب داك الجرس وغتوصلكم الحلقه ديال فاس على شكون نوتيفيكاسيون. سلامه.